العميد الذكي. 4 طلاب جامعيين قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح ولم يستعدوا لامتحانهم الذي تقرر عقده في اليوم التالي. وفي الصباح اتفق 4 على خطة ذكية، قاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحل واتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم فأخبروه أنهم ذهبوا بالأمس لحضور حفل زفاف، وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات سيارتهم واضطروا نتيجة لذلك لدفع السيارة طول الطريق، ولهذا السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار. فكر العميد لبضعة دقائق ثم أخبرهم أنه سيؤجل امتحانهم لثلاثة أيام، فشكره الطلاب ووعدوه بالتحضر الجيد للاختبار. وفي الموعد المقرر للاختبار جاءوا إلى قاعة الامتحان فأخبرهم العميد أنهم ونظرا لهذا الظرف الخاص سيتم وضع كل طالب في قاعة منفصلة، ولم يرفض أي منهم ذلك فقد كانوا مستعدين جيدا. كان الامتحان يشتمل على 2 فقط. السؤال الأول وعليه درجة واحدة: ما هو اسمك؟ السؤال الثاني وعليه 99 درجة: أي إطارات السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ طبعا عرفت المغزى من القصة. العبرة المستفادة من هذه القصة هي أن حبل الكذب قصير، وإن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. تحمل مسؤولية أفعالك وأقوالك، وإلا ستتعلم درسا قاسيا. والسلام عليكم.